تعرفون بنتي فروحة. فروحة عمرها 4 سنوات، ونبي نشوف في هذا الفيديو إيش كثر علاقتي مع فروحة تكون قوية. لازم تعرف الأشياء اللي أنا أسويها لها، ونكتشف مع بعض إيش كثر فروحة تعرفني وأعرفها. الفيديو بالنسبة لي أنا تحدي، وصراحة أنا وايد خايفة، بس إن شاء الله فروحة قدها وأنا قدها. تعالوا معاي في هذا الفيديو. أنا الصراحة ما أتوقع، لأن فروحة ياهل وما تعرف. أنا يقول نص نص، يمكن أشياء تعرفها وأشياء ما تعرفها، لأن عمرها 4. أنا واثقة في فروحة وأمي، فروحة راح تعرف أمي عدل. الفيديو وايد صعب. أنا أحس يمكن فروحة ما راح تعرف. أنا أحب ماما، إن شاء الله أعرف. الحين أول مرحلة، أمي وأبوي راح يطبخون سباجيتي، وفروحة لازم تعرف أيه سباجيتي أمي. لازم نعرف فروحة تعرف طبخ أمي ولا لا. الله يستر. هنشوف فروحة راح تفرق بين سباجيتيتي وسباجيتي عدنان. ديدي ديدي شوي دعوة، أنا أسوي طريقتي اللي فرح تحبها. خلاص أمي راح تضربني بعد شوي. بهاراتي بهاراتي شنو بهاراتي؟ يعني زي بهارات بشاير؟ بس ملح الأسود وهذا كركم شوية مع شوائد في صمون جبن طماط. اللي طالعون تيك توك راح يفهمون الرياكشن. شوفوا الصلصة صارت عجيبة. هذه التونة مفيدة، إن شاء الله نكشف وأسوي لكم مجبوس بالكشتة. صدق ما تحطين لحم؟ لا الروحة تحبها كذي. شنو الحين خلصت؟ شوية باقي شوية. حلوة حلوة صحية خفيفة. خلص بقيتي مات فروحة. جميلة والله. والله ريحة ريحة عجيبة. أنا أشوف إن أبوي ما راح يسوي نفسها. أبوي أكيد يعني ما راح يسوي نفسها. الله يستر. أبوي عجيبة صار ودي أكلها. يلا يلا. خلنا نادي بابا الحين لازم هو يسوي. يا 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 يا. شلون بنطبخ؟ أنا أعرف. مرة ما طبخنا. الحين شنو أول شيء؟ ما أدري. شو هذا شو بنسوي؟ بطل هذا. هذا السؤال اللي يحتاج إجابة. هذه بس لا تكسرها لان تشوفها قاعد تلعب. لازم اي شيء تطبخه لازم تحط دهن اول. حطينا الدهن. حطيت شويه. شنو نحط اول شيء؟ حلا والله والله يا ربي عندنا عشان ما يصير 10. هذا الجبن اول؟ ايه لا ما يصير هذا ما يصير. صدق ان انا ما اطبخ بس شويه اعرف يعني. اول شيء البصل. اوكي. البصل اول شيء نحط البصل. اهدى هذا مو شويه. اهدى حبيبي. هذا الثوم مو وايد شويه بس. طش كذا الحظ. طماط عادي. طماط الله طبختنا خايسه. ايوه طينا جبن. لا الحين معكرونيا هذه مو وايد مو وايد. بس بعد شويه بعد شويه بعد بعد بس بس بس. رايك نجيب لبن؟ لا تخرب الطبخة. نبي المعكرونية. حط معكرونية. مو وايد عادل مو وايد. جنهندر. إيه. زين نحط ماي؟ لا ما نبي ماي. توقع. لا 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 لا. لا لا. خربت الطبخة عادل. يلا وين الجبن مالك؟ أنا إيدي نعمة. شنو؟ نعمة. إيه. عشان نحط بايدي. حلو والله خلطتنا حلوه. ودي اجرب. انا والله ما ودي. قسم بايات اللون ما ودي. والله العظيم ودي اذوق طبخه امي. ويت ملح عدل. ايوه بس يلا فرح جاهزه. جاهزه تذوقين. يلا خلينا نشوف فروحة. مشكله الحين ما ندري اي وحده مالتنا واي وحده مالتكم. يلا فروح اوبن. لا ندري. تدرين انتي؟ انا ادري. اول شيء ذوقي. قولي اي واحد ماما. قولي اي واحد مالت ماما. زين انا لما اذوق اعرف بعد. صدق تشي. يلا فرح ذوقي. ايوه هذا ماما ولا هذا ماما فرح؟ اي واحد؟ اي واحد احلى هذا ولا هذا؟ والله ما يبو خلاص بجرب. خلاص فرح نجحت بأول مرحلة. عرفت السباجيتي مالتي. شلون زين شلون عرفت؟ لأن أنت وايد مالحة في ملح. إيه عادل حط وايد ملح. ليش حطيت وايد ملح؟ والله حلوة بس من كثر ما
مال السباجيتي مالح طعم السباجيتي زنجبيل. حلو حلو عادل، انا وياك نعرف نطبخ. طبعا انا كنت مشتطه اول مرحله، كنت صراحه خايفه لان عدنان طبخ عدل انزين، بس فروحه صح طبخت عدل. اي والله طبخت عدل، وفروحه يعني جابتها صح الحمد لله، ففروحه بيجيب لها مكافاه. اقول لكم شنو اجيب لك هديه الحين زين. المهم ان احنا اول تجربه ونجحنا. اي يلا فروحه تبي الهديه. الله ييسر باقي الفيديو. تلف عشان تشوف هديتها، لما عاد لي ثلاثة زين؟ اوكي يلا واحد اثنين ثلاث. واا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 ا
هذا؟ ماما وين سوبر بوبو؟ نسيت اطلب سوبر بوبو انا اسفه. بعد شوي اطلبك سوبر بوبو. اهم واحد تنسيت؟ تا شنو اهم واحد؟ زين لحظه اشرب عاد الاسطوره بدل سوبر بوبو اليوم. زين اليوم عصير تايم منزلين الفراوله بالشوكليت الابيض الجديد. والتوت بعد. التوت بعد. ايش حلو طبعا عدنان يحب الوايت شوكليت، انا من محبين الميلك شوكليت. انا احب الوايت شوكليت. انا بعد احب الوايت. ايش ما يجي؟ اعطيني ستروبري. تعالي. روان ما يجي كلت كليت الستروبري الجديد مال عصير تايم. منو احلى، حنان ولا روان؟ بوبو ولا روان؟ ماما ولا روان؟ بوبو ولا ماما؟ حنان ولا عادل؟ خلاص هونت البنية خافت. روح دري هذا شنو اسمه؟ هذا ايس كريم. ايه ايس كريم اسمه بينجوين صح؟ على بينجوين شوفه. والله هذا وايد حلو. حتى البينجوين وايد حلو. يعني احس واحدة ورا واحدة. فروحة حلوة الهدية؟ ايه. عجبتك؟ الحين وصلنا مرحلة الثانية عشان نشوف أمي وفروحش كثر يعرفون بعض. يا رب خايفة ما أدري إيش كثر أنا وفروحة راح نعرف بعض. حط الأغراض أول شيء. يلا الحين حط الأغراض. أول شيء راح نختار بين الجناط. فرح اللون اللي تحبينه أو أي شيء تبينه اختاري وأنا بختار. زين عندنا ثلاث ألوان. إيه ثلاث ألوان. شنو؟ بني وأبيض. اوكي يلا 1 2 3. يلا بطل. انا بروح نفس الشيء حبيبتي. انا ما هو نفس الشيء. يلا خشوا المرحله الثانيه. يلا المرحله الثانيه. يلا المرحله الثانيه. اول شيء عندنا مروحه دراجون. هذا شيء عندنا سياره. 3 2 1 اختاروا. يلا يلا 3 2 1. وي ما خدمة نفس الشيء. أجن. ما يصير أجن خلاص. فرح عبالها لازم نختار نفس الشيء. عادي مو لازم نختار نفس الشيء. زين هذه اللعبة. زين فرح عبالها لازم نختار نفس الشيء. والحين وصلنا حق مرحلة الثالثة. نسوي كذي نختار نفس الشيء. ثالث مرحلة عندنا مشو مطارة الويت. هذا الاثنين الموسيقي. يلا تبدون ب 3 2 1. اختارت؟ يلا 1 2 3. الله ناسة اخترنا نفس الشيء. انت تعرفيني يعني ها؟ تعرفيني صح؟ واو انا اعرفك بعد. والحين صار وقت الجد. شنو راح نسوي الحين؟ راح نسوي شيء خطير فروحه. انا ادري ان انت اول مره تسوين هالشيء وصعب، بس احنا قاعد نجرب. اوكي لازم اول شيء ما تخافين ولازم تجربين. اوكي اللي راح نسويه راح نجيب 4 امهات نوقفهم ونخلي ماما معاه ونسكر عينك. انت راح تروحين تختارين. لازم تعرفين ماما. راح تقدرين؟ ها
هذا الاختبار يعني اقوى اختبار واول مره نسويه، حنشوف فروحه تقدر ولا ما تقدر. لما اختار ام نمون معاي؟ لا شو نمون معاك، هي فروحه عبالها اذا اختارت واحده راح تصير هي امها. مو كذي بابا، مو لما تختارين تصير امك، انت بس لازم تختارين ماما. تقدرين؟ ايه فروحه يلا جاهزه الحين راح نلبس هذا عشان سكر عينك. ايه يلا انا راح البسك اياه، بس قولي لي تشوفين ولا ما تشوفين، قولي صدق. يلا 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 الحين قولي لي تشوفين ولا ما تشوفين؟ اشوف. تشوفين؟ ايه. شلون؟ الزين الزين تشوفين انت؟ ايه. هذا كم؟ ثلاثة. ثلاثة صح تشوف. يلا يلا لا تجي لا خلي الحين لحظة الحين بنسوي زين، خلي كذي اوكي. الحين جهزنا كل شيء وامي الحين واقفه معاهم، حطينا فرح هناك عشان ما تشوف. الحين لما تطلع يلا شوي شوي لا تخافين انا ماسكك، شوي يلا انا ماسكك لا تخافين. ايوه الحين راح يبلش الاختبار. صعدي يلا فرح جاهزه؟ إيه. اكيد إيه. يلا راح تعرفين ماما يمكن؟ يلا خلينا نشوف تقول يمكن. يلا الحين أول شيء مني، أول شيء جيس الإيد إيه؟ تسويها؟ هذه ماما ولا لا؟ أول شيء مو ماما، يلا الحين نمشي. يلا أوكفي، الحين جيسي إيدها. جيسي وياها. ها؟ مو ماما؟ يلا الحين الثالثة جيسي ايدها. ماما ولا مو ماما؟ مو ماما. يلا فروحة الحين جيسي وياها. جيسي ايدها. ماما هاي ماما. توترت. أنا عصبي. تدري أنا فل توتر. توتر. والله ما توقعت تصيدني تدري؟ ما توقعت. الله يا حبيبتي فرح. إيش كثر أنت شاطرة، إيش كثر أنت قوية. تدرون والله للحين أنا صراحة مصدومة، يعني ما أدري إيش أقول لكم. أول شيء وايد كنت خايفة، أدري شيء وايد صعب عليها. وتوقعت كنت أقول حق عدنان صعب تعرفني شلون. شلون أنت كذي قوية ها؟ شلون أنت كذي حلوة؟ شلون أنت شاطرة كذي ها؟ شلون أنت كذي كيوتة؟ الفيديو أنا وايد حبيته، عرفت إيش كثر فروحة تعرفني، وإيش كثر فروحة علاقتها فيني وايد حلوة وقوية. وتحبين ماما؟ إيه عشان شفتكم. شنو شفتينا؟ شفتكم مني. إيش إيه يعني سكرت عينها وشافتنا. والله أنت قوية. انت امس كنتي تحاتين صح؟ إيه. ها؟ امس تقولي الام اذا انا اخترت ام ثانيه تصير امي؟ لا انا امك حبك وايد.